طيب خليني اروح، بس هنروح الدوحه سريعا كده ونرجع نكمل دوحه مع زميلنا العزيز جدا احمد عويس الناقد الرياضي الموجود دلوقتي هناك، ويطمننا عن الاجواء ونعرف منه تفاصيل. يا احمد بونجور عليك، صباح الفل. صباح الفل يا نهاوندس، على الفل على صديقي العزيز صبري. الجو هنا بدأ يبقى يعني ايه، الجد محرم شهر بقى 9 بجد والله. الكوره قطف. يعني بقى في ناس سنه هوا كده بدأنا نلاقيها في الجو الحمد لله اخيرا. طبعا زي ما قلت لك يا نهاوند، لو تفتكري انه لحد اخر جوله، لحد اخر جوله انا قلت لك المره اللي فاتت انت وكريم انه 27 فريق بيتنافسوا، واحنا اكتشفنا ان 27 فريق دول فضلوا يتنافسوا لحد ما الحكم صفر اخر مباراه حكم في اخر مباراه في الجوله الثالثه، ما كانش لسه حد عارف مين اللي هيوصل للنهائي. بنهايه مرحله المجموعات اعتقد دي وجهه نظري، بس ما اعرفش صبري هيبقى معايا فيها ولا لا، ان مرحله المفاجآت والكره الحلوه والكلام بقى اللي شفناه ده كله خلص. خلص لسه كان بيقول كده اصلا استاذ صبري بالظبط. انا ما سمعتش، احنا رايحين للي خلاص بقى، للي هو زي امبارح لحد دلوقتي الاربع مباريات اللي اتلعبوا بدور ال 16 المنطق هو اللي بيحكمهم، واعتقد انه المنطق هيحكم الاربع مباريات اللي جايين النهارده. البرازيل وسويسرا واليابان وكرواتيا اللي ممكن يبقى فيها مفاجاه وممكن نلاقي فيها حد يطلع لدور الثمانيه، مباراه اليابان وكرواتيا. فريق كرواتيا عجزت جدا جدا وشكلهم في الملعب ابطا كتير من البطوله اللي فاتت مع سرعه المنتخب الياباني صحيح. والحركه انما ده اللي ممكن، انما بقيه الاربع مباريات اعتقد الموضوع صعب. كويس جدا. بدات بقى الجماهير تتوافد لانه كان في ناس، في جماهير كتير جدا مستنيه الجوله الثالثه، لانه جمهور البرازيل عارف انه هيوصل، جمهور الارجنتين عارف انه هيوصل، الجمهور الانجليزي عارف انه هيوصل، البريد ده. فبداوا مع نهايه مباراه الجوله الثالثه جماهير تظهر بكثره، جماهير المنتخبات هنا رغم مغادره الجماهير المغرب وتونس اللي كانوا عاملين جو اجواء احتفاليه كبيره في الشوارع، وخاصه سواف اللي هو المعلم السياحي الكبير هنا في الدوحه اللي هو تقريبا هو التجمعات كلها بتبقى فيه. بدات بقى الجماهير تظهر تبقى كلها اجانب، يعني كلها جماهير اجنبيه باستثناء الجمهور المغربي، ونتمنى انه مفاجاه المغرب تكمل، ولكن اعتقد انها تبقى صعبه برضه. نتمنى ذلك. انت عارف برضو يا احمد بمناسبه الجماهير، كان في فيديوهات نازله كتيره جدا يقول لك مصر ما راحتش بس مصر موجوده، كان الناس في الشوارع مشغله اغاني مصري وعاملين يرقصوا عليها من جنسيات مختلفه، فانت برضو ايه معلم حتى لو انت مش موجود. كانت اجواء حلوه بصراحه جدا، واكيد انت عندك تفاصيل كتيره شفتها كمان هناك. وخليني بس اروح للجزء برضو هنا الجماهير، يعني ردود الافعال بعد خساره منتخب وبعد فوز منتخب. امبارح شفنا بكاء، كان في لحظات كده شويه مؤثره كمان مع خساره بولندا امام فرنسا. الجماهير بعد في المدرجات بقى وانت وسطهم يا احمد، احكي لنا الحاله بتبقى عامله ازاي؟ هل بيبقى في حاله غضب؟ هل بيبقى في رضا بالنتيجه؟ الناس بتتعامل مع بعض ازاي لما بيخرجوا حتى بره الاستاد؟ خلينا يعني نقل لنا الصوره. هو التعامل بيبقى ودي جدا، ولكن انا حضرت الخمس دقائق الاخيره في مباراه المكسيك والسعوديه، وكان المنتخب المكسيكي بيبحث عن هدف او المنتخب الارجنتيني يبحث عن هدف، وبعدين فجاه المنتخب السعودي هو اللي احرز هدف. فالحقيقه ردود الافعال بين الفرحه والزعل والكوليكشن عجيب. برضه كنت موجود في ماتش كوريا والبرتغال، ولاعيبه كوريا واقفه جوه الملعب بتتفرج على الموبايلات على ماتش اللي كان بيتلعب الناحيه الثانيه بين غانا واوروجواي، وهم مستنيين ان اوروجواي ان غانا تجيب جول او اوروجواي ما تجيبش جول. الحقيقه فكره انه لحد اخر لحظه في المباريات، مباريات كتير جدا ما كانش لسه الحسم التاهل حصل، خلى في حاله رياكشنات رائعه في الملعب انه ده مستني، ففجاه تلاقي ناس بتضحك مبسوطه وبتقلل وناس بتعيط فعاله جدا. ولكن في الاخر هي دي الكوره، وهي دي جمال، هو ده جمالها، وهي دي متعتها. اكيد طول الوقت بنعيش ده، وبن بن بن والاهلي معودنا بقى على لحظات الدقيقه 90 طول الوقت. دي حقيقه صحيح. طيب استاذ صبري، لو حابب تسال زميلنا احمد اي حاجه من الدوحه اتفضل. انا عايز اصبح عليه واقول له عويس صباح الفل، والجروب مشتاق لك قوي يعني، واحنا هنا والله وحشنا برضه. وعايز اساله ايه اكتر، يعني انت شفت الجماهير كلها هناك، انا مهتم قوي نتكلم في النقطه دي، الجماهير اللي مشغله الكاسيت على طول والجماهير اللي بتشجع بجد، يعني انت شفت النموذجين،
فقول لي ايه افضل جماهير انت شفتها واقفه ورا فريقها فعلا، مش مجرد مشغله اغاني او بتغني طول المباراه وخلاص، انت شفت الجماهير كلها، قول لي كده انطباعك عن الجماهير يعني. بص، جماهير اللاتين في مكان لوحده صبري، يعني جماهير الارجنتين والبرازيل وممكن نحط المكسيك كانها لاتين، هي امريكا الشماليه ولكن هنحطها في وسطهم. لا، اللاتين يعني بيعملوا حاجه في المدرجات انا ما شفتهاش، رغم ان احنا عندنا جمهورنا بيبقى قوي ومتواجد، ولكن لا، فكره الجمهور انه يبقى من اول لحظه لاخر لحظه في الماتش ما بيسكتش، عنده اغانيه، عنده الاهازيج بتاعته، يعني ده انا اكتشفت انه اغلب الحاجات اللي عندنا، الحاجات اللي احنا بتتغنى عندنا في المدرجات كلها منقوله، نفس الارتام، يعني كل الريتم اللاتيني كله ما يعني جاي من البرازيل، وكل الريتم اللي عندنا في الاغاني جاي من البرازيل والارجنتين. جمهور رائع في حته لوحده. طبعا جمهور المغرب وتونس عامل حاله قويه جدا، الاوروبيين هاديين شويه، يعني مش بيشتعال اللاتين. انت امبارح شفت اصلا السنغال وانجلترا، شفت الجماهير اللي في السنغال عامله ازاي، والتشجيع المختلف، وجماهير انجلترا واقفين بكل شياكه بكل برود برضو صراحه. بس انا عجبني جماهير السنغال اكتر، انا كنت شجع السنغال بصراحه. انا مخلص 3 علب بنادول على ماتش. اشمعنى يعني؟ صفارات جماهير السنغال ما بتبطلش، يعني من اول ما بندخل الملعب لحد ما بنخرج الاهازيج بتاعتهم صحيح، حتى مع الخساره كانوا مستمرين ان هم يشجعوا المنتخب حتى اللحظات الاخيره. بصراحه انا عجبني ده، مغلوبين 37-0 ما لهمش دعوه، هم رايحين ينبسطوا. طيب، وهو نفس الريتم يا صبري، يعني هو نفس الريتم يا جماعه، يعني كاسه شغال، احنا مغلوبين 35 الكلام ده. طيب عويس، عايز اروح معاك يا عويس لنقطه كمان مهمه جدا ولازم اسالك في كل مره انت معانا، على توقعات لما يبقى في مباراه قويه، واحنا مش عندنا مباراه قويه، احنا عندنا مباراه ناريه لما تيجي تتكلم عن انجلترا وفرنسا، توقعاتك للمباراه دي ايه بقى؟ انا وجهه نظري اللي هيعدي منهم رايح النهائي، شايف ان فرنسا السكواد بتاعها اقوى رغم غياب القلبين بوجبا وكانتي، ولكن قدرت ديدييه ديشامب يعالج الحته دي، والحال الاربعه اللي قدام مرعبين جدا، ولكن برضو الناحيه الثانيه ما تقدريش تنكري انجلترا دكه ومهاجمين حاجه كده، يعني ميسي، اعتقد ان ليونيل ميسي يا صبري لو انت معايا يتمنى دكه اي فرقه من الفرق اللي راحت مع دور اي فرقه، يعني انا بشوف ميسي في الملعب لو خرج لو اتصاب وخرج ممكن الارجنتين تتعادل او تتغلب. صحيح، يعني كل شيء لو ينتهي عند ليونيل ميسي، يعني مفيش حاجه دي هتبقى مفاجاه، برضه هتبقى مفاجاه كبيره بدون ميسي، ما تبقاش مفاجاه. انما انا وجهه نظري انه فرنسا متهيألي الكف ارجح طبعا لفرنسا. على كل حال عويس، ترجع لنا بالف سلامه وما تغيبش بقى علينا، انت مكمل لغايه نهايه المونديال صح كده؟ ان شاء الله لحد النهائي، ولما ارجع بقى ان شاء الله بعمل اكيد لازم. ان شاء الله يا احمد، ترجع لنا بالف سلامه، واحنا كده كده متابعين معاك طبعا لحظه بلحظه، سواء في 10 الصبح في الاهلي او على قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا احمد زميلنا العزيز.